السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، ومرحبا بكم في أول فيديو اللي كيندرج ضمن الفيديوهات التعريفية بمنطقة أمسفران. كيف ما كتعرفوا الأصدقاء ديالي عزيز عليا، نقدم الفيديوهات بالترتيب وبالتنظيم، وما كنبغيش نكثر المدة الزمنية في الفيديو باش ما يكونش ممل. ولهذا فأنا ارتأيت أنني نعمل هذا الفيديو فقط يكون منصب معظم الأطوار ديالو منصب على الطريق إلى أمسفران، وتشوفوها من خلال الفيديو وتاخدوا عليها فكرة مع التفسير ديال التراجي وبعض المعلومات اللازمة. حاولت أنني نقسم هذه الرحلة إلى 5 فلوغات، ولأن هذه المنطقة غنية بالمؤهلات الطبيعية وخاصنا كل بلاصة نعطيوها الحق ديالها في التعريف بها وما ندوزوهاش مرور الكرام. وربما هاد التفاصيل الدقيقة اللي كنقدمها فهي كتعطيني واحد الامتياز في هاد العالم ديال تقديم الفيديوهات التعريفية بالأماكن السياحية والطبيعية. فأنا براسي كندخل بعد الخطرات يعني بعض الفيديوهات اللي كاينين في اليوتيوب، وكنقلب على شي مكان يعني غادي نمشي ليه، وكنقلب على شي معلومات ما كنلقاهاش كاملة، او كنلقى بالاحرى فقط الفيديو دون المعلومات. اذا اصدقائي، فبرنامج الفيديوهات اللي غادي تكون قادمة ان شاء الله فغادي تكون على النحو التالي. بالنسبة للفلوغ الأول فهو هذا في الفيديو الطريق إلى أمسفران. الفلوغ القادم إن شاء الله تخييم ودور الضيافة يعني ليزوبرج، وبعض المعلومات ديال المسكن والمعمل القديم والشاحنة الكلاسيكية. الفلوغ الثالث غادي يكون حول قمة جبل الكاتدرال. أما الفلوغ الرابع غادي يكون حول مضايق أمسفران الرائعة. وبالنسبة الفلوغ الأخير والخامس غادي يتضمن اللقطات اللي صورتهم ديال شلالات أمسفران. هذه المنطقة الرائعة أصبحت جد معروفة خصوصا بعد الترويج الإعلامي ديالها من طرف معظم الزوار اللي كيجيو لهنا. فاللي مهتم بهاد الوجهة السياحية الرائعة ما عليه إلا أنه ما يفلتش الفرصة يتبع هاد الفلوغات القادمة إن شاء الله، وأكيد أنه غادي يتشجع وباش يشوفها أول مرة، وحتى إلى مازال ما شاف شي مكان في هاد الأماكن فغادي يرجع يكتشف المناطق اللي مازال ما شافهاش في أمسفران. فانتم كتفرجوا في هذا الفيديو واكيد انني غادي نعطيكم بعض المعلومات فيما يخص الاماكن الطبيعية اللي كتزخر بها منطقة أمسفران. فكنوجدوا واد احنصال اللي الماء ديالو كيكون بارد، ولان هذه المياه كتجري لكيلومترات عديدة، ويمكن لكم تدوزوا اوقات ممتعة في هذا الواد هذا. تقدروا تحطوا لاطونت او الخيمة ديالكم بالجوار ديال هاد الواد، فقط ينبغي انكم ما تقربوش بزاف من هاد الواد هذا فمن تبغيو تخيموا، وغادي توجدوا واحد الاجواء عائلية مع ناس وحدين اخرين كيجيو تما خصوصا في نهاية الاسبوع في الويكند. وحتى اللي ما عندوش الخيمة او لاطونت فيمكن له كاين واحد الحل واحد اخر، هو انه يمشي ليزوبرج اللي كاينين تما في المنطقه، راه كاينين قراب ورخاص بثمن يعني مناسب مع الاكل ديال ثلاثه ديال الوجبات. يمكن لكم كذلك ديروا النشاط ديال الرافتينغ او التجديف في هذا الواد هذا، واد احنصال، مع واحد النادي حتى نهضروا عليه من بعد في القادم ديال الفيديوهات ديالنا. في اخر الفيديو غادي نهضروا على التراجي ديال هاد أمسفران. المهم هاد يعني هاد اللقطات اللي كتشوفوا دابا فهي ديال واويزغت، وهاد واويزغت فهي يعني طريق رئيسيه باش انكم تدوزوا لأمسفران، فحاولوا تبقاو عاقلين على هاد اللقطات، لان غادي نهضروا على واويزغت من غادي نبغي نعطي التراجي.
اذا نكملوا الحديث ديالنا على التخييم. فالتخييم اللي بغى يخيم بطريقه مجانيه ممكن انه يحط لا طونط ديالو يجيبها معاه، ما كاينش اللي غادي يدوي معاه، فالامور تما مامنه ويعني ما عندكم مناش تخافوا. بالنسبه اللي ما عندوش لا طونط ممكن انه يكريها، فكاينين شبان اللي كيقوموا بهذه العمليه ديال كيديروا لي طونط تما وكيكريوهم للزوار. وكذلك اللي ما عندوش مع التخييم في لا طونط ممكن انه يمشي لي زوبر. لي زوبر راه تحدثنا عليهم انه كاينين بالمنطقه وثمن مناسب، وغادي نهضروا عليهم مزيان في القادم ديال الفيديوهات ديالنا، وغادي نعطي بعض يعني بعض لي ليا ديال هاد لي زوبر هادو باش ممكن انكم تكونتاكتيوهم، وكذلك بعض المرشدين السياحيين في المنطقة. وهاد المنطقة ديال أمسفران فهي عندها طابع تاريخي كذلك، حيت بمجرد أنكم غادي تشوفوا واحد الشاحنة كلاسيكية تما، واحد المعمل قديم، فغادي تحاولوا أنكم تسولوا شنو السر ديال ديك الشاحنة والمعمل. غادي ترجعوا الذاكرة للماضي والتاريخ بمجرد أنكم غادي تشوفوا هاد المعلمة. ف ديك الشاحن القديمه وديك المصنع فهما كانوا كيتستغلوا من طرف المستعمر الاجنبي اللي كان كيجلب الاشجار ديال الصنوبر اللي كاينه في المنطقه بديك الشاحنه، وكيقوموا بنجاره داخل داك المعمل القديم باش كيستعملوا هذا الخشب هذا في البنايات، لان الخشب كان مكون اساسي ديال مواد البناء، يعني الناس كانوا كيبنيو غير بداك الخشب. غادي نديروا واحد البوز واحد الاستراحه باش انكم يمكن لكم نهضروا عاوتاني على هاد فين وصلنا دابا. هاد البلاصه هادي سميتها تيلوغيت. من هاد تيلوغيت لامس فران كتبقى تقريبا شي 12 كيلومتر، يعني فين ما كنتي خاصك ضروري تدوز على تيلوغيت. تيلوغيت يعني هي اقرب فيلاج لامس فران. هنا يمكن لكم تقداو داكشي الخضره والفواكه، داكشي اللي غادي تحتاجوا ديوه معاكم. اما بالنسبه لدك المواد الاوليه راه ممكن تشريوها من الحوانت اللي كاينين في امسفران. امسفران راه فيها بعض الحوانت تما ممكن انكم تقضيو بها وديبانيو بهم. هنا ممكن تشريو يعني الفواكه الخضار اللي عندكم شي حاجه بحال هكا غادي تحتاجوها في المواد ديال لي طونط الماتيريال، تقدروا تشريو شي حاجه هنايا. هذه هي تيلوكيت. المهم نكملوا الحديث ديالنا على المؤهلة الطبيعية ديال المنطقة. فنهضروا على جبل ديال الكاتدرال او جبل امسفران. فاللي كان قادر شي شوية يصبر انه يطلع لهداك الجبل فمن يعني غادي تكون افضل. وتقريبا اللي غادي الناس اللي كيبغيو السياحة الجبلية راه يعني منطقة جد رائعة، تقريبا واحد جوج سوايع ونص وهانت وصلتي، وغادي يبان لك واحد المنظر جد رائع، بانورامي من قمة ديال الجبل. كما ان الناس اللي متخصصين في القفز بالمظلة يمكن ليهم يزاولوا هذا النشاط من في ديك القمة ديال داك الجبل. وكذلك ما تفلتوش الفرصة ديال الذهاب للمضايق امسفران الرائعة اللي غادي تمشيو بين دوك المضايق وسط المياه ديال الواد احنصال اللي كتجري، وغادي تحسوا بواحد الانتعاش وواحد الشعور جد رائع. واخيرا هاد المضايق غادي تزيدوا يعني في الاتجاه ديال الطريق اللي كنتو جايين منها في الاول شي 20 دقيقه، غادي تلقاو واحد الشلالات كتسمى شلالات امسفران، حتى هي ممكن انكم تقضيو بها وقت رائع. وهادشي كامل غادي تشوفوه من خلال الفيديوهات اللي غادي يعني ننشرهم في قادم الاوقات. بالنسبه للتراجي، فالتراجي اللي درنا حنا بحيث اننا كنسكنوا في مدينه الرباط، انطلقنا من مدينه الرباط مشينا لتامسنا عين عوده ودزنا لوطوروس ديال واد زم، ووصلنا لبني ملال دوزنا ليله في بني ملال رفقه الصديق ديالنا اللي كنوجهوا ليه الشكر على الاستضافه. وفي الصباح مشينا من بني ملال في اتجاه واويزغت، ومن واويزغت دزنا لواحد الفيلاج سميتو تيلوكيت اللي هضرنا عليه، بحيث كتبقى تقريبا واحد 12 كيلومتر وكتوصلوا حتى لامسفران بشي وسيله ديال النقل. اذا فاللي عنده شي سياره غادي يدير بحالنا، واللي ما عندوش ف
فيمكن ليه يحاول يمشي في المكان خاصه يوصل بشي تاكسي او لكار الواويزرت، ومن بعد يشد النقل المزدوج يوصلو لتيروغيت، ومن تيروغيت غادي يمشي لأمسفران. ويعني مين غادي يبغي يرجع راه كاين النقل المزدوج في أمسفران، ولكن واحد القضيه واحد النصيحه هي ان هذاك النقل المزدوج كيكون بين أمسفران وتيروغيت وويزغت راه كيكون شبه منعدم مور 3 زوالا. يعني من الافضل لك انك تحرك سواء في الذهاب او لا في الاياب من الافضل قبل 12 ديال النهار. بالنسبه للريزو راه كيشد فقط ريزو واحد هو ديال اتصالات المغرب، اما اورانج وانوي راه ما كيخدموش. قضيه اخرى فالمنطقه مؤمنه من طرف السلطات المحليه والدرك الملكي اللي كيقوموا بالدوريات من حين لاخر. إذن كيف ما تبعتوا معي أصدقائي، فاحنا وصلنا لعين المكان اللي هي منطقة أمسفران، وهنا فين غادي نديرو لطونت ديالنا. وهذا الشيء ديال البناء ديال لطونت مع التخييم في هذه المنطقة غادي تشوفوه في الفيديو القادم بحول الله وتعالى. تحياتي لجميع عشاق السياحة الجبلية، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.